بيقولوا إن عصران ما بيعملش حاجة إلا متماضي عليها. بقالك 30 سنة معاه مش كده؟ المعلم مربيني من وأنا حي وكبرت معاه. لا، لسه ما كبرتش. إلا بقى لو كان قصدك إنك كبرت في السن دي حاجة تانية. بس عصران هو اللي كبر. كبر بيك وبرجالته. وبقى وحش من وحوش السوق. وانت لا مؤاخذة يعني لسه في مكانك. مجرد واحد شغال عنده. انت عايز ايه؟ مش انا اللي عايز. السوق هو اللي عايز. عايز دم جديد. طريقة انضف في الشغل وفي التعامل. اصلا خلاص مبقاش قادر يتعلم حاجة جديدة. كبر ودماغه نشفت. لو سعادتك قصدك اللي حصل مع شريف بيه ف اللي حصل مع شريف ده كفيل بانه يهد كل حاجه. خلي بالك ان ده اولها. اللي جاي بقى اصعب واشد عليك وعلى كل اللي بيوتهم مفتوحه من ورا عصران. سوق الدهب اتهد وكان هيضيع خالص بسبب عنده مع واحده وعارف كويس انه مش قده. والله يا باشا انا قلت له وحياه ولادي قلت له ما ينفعش بس هو ما بيسمعش حد. بس انت بتسمع يا معروف. بتسمع وبتفهم. عشان كده هتفهم كويس قوي الكلام اللي انا هقوله. الحرب مع شريف مش هتخلص. بالعكس دي هتكبر وتشتد. انت عارف كويس قوي دماغه في الشر هتوصله لحد فين. يبقى الحل ايه؟ ايه؟ واحد يقع عشان الباقي كلهم يفضلوا واقفين. عصران ملوش حاجة عندي ولا عندي. سبايك الذهب دي عشانك. ولو خلصت بقيت نصيب عصران هيبقى بتاعك وكرسيه هيتنجد على مقاسك. مقاس المعلم معروف كبير سوق الذهب. طب وشريف؟ بعد ما تخلص انا هتفاهم معاه. انا متاكد انه هيرحب بان في وش جديد وان الامور هترجع زي ما كانت. قلت ايه يا معلم معروف؟ قلت لي معاك يا جميل.